احلى متابعين، السلام عليكم ورحمه الله. موفقين منورين مشعشعين، جيت نبارطاجي معكم هذه الوجبه السريعه والخفيفه، السردين. على ما اظن كنت سبق لي شاركته معكم، قلت علاش لا ما نعاودش نبارطاجيه. جيت لي له هنا طحنته مع الربيع والثومه، كتبلوه بالتوابل، شويه زيت العود، شويه تحميره، شويه ديال الكمون، شويه ديال الحار اختياري السودانيه، شويه ديال سكينجبير. غنضيف له الرز اللي سلقته نص سلقه، هو هذا. غنضيفه للحوت مطحون ونخلطه جيدا. هنا التوابل ديال لاصو ديال المطيشه، يعني معروفه، الثومه والربيع كذلك، والتحميره نفس التوابل اللي عملت في الحوت. هنايا المطيشه غادي نحكها، من الاحسن حكوها ما تطحنوهاش، حيت كتطحن كتطلق الماء بزاف. مطيشه حكوها بالحكاكه اليدويه العاديه ونديروها طيب. نبدا تغلي، عاد ندير الكويره ديالي ديال السردين ونخليها طيب. بغيتو تعملوها في الطاجين عملوها، انا قلت مع البوطه ديال الضو، داكشي الطين كيطرطق فوق البوطه ديال الضو. تف الكوكوت غيجي رائع ان شاء الله باذن الله. وما تنساونيش من اللايك والاشتراك والبارطاج، وشكرا لكم جزيلا الشكر على التعليقات الزوينه والرائعه اللي كتخلي الانسان دائما يزيد يشارك معكم ويبارطاجي اي حاجه. مع فنيجل القهوه، يا سلام يا سلام، قهوه بلا سكر، ما تضيفوا لا السكر باش ما تضيعوش مذاق القهوه الرفيعه. لاصوص ديالنا هو هذا. هنايا عملت الروز، غنضيف عليه السردين وغنحرك الكل جيدا. بعد ما غلى لي لاصوص ديالي، جيت للروز خلطته مع الكفته ديال السردين وكتكوره كويرات اللي بغيتو. هنا لقيتوني بدلت طنجره الضغط بهاد المقلات، حيت جاتني ضيقه باش يجي الكويرات يجيو مستويين ويعني ويلقاو اتساع يطيبو مزيان. على هاد الشكل قطعت عليهم شويه ديال القصبر من الفوق، كتغطيو عليهم وتخليهم يطيبوا على نار مهيله. كتجي واحد الكفته ما شاء الله مع الارز، صراحه بنينه ولذيذه، طريقه بسيطه يعني اي واحد يقدر يوجدها لوليداته. بالصحه والراحه، ما تنساونيش من لايك والاشتراك. موفقين جميعا، منورين. شكرا لكل المتابعين اللي كيساندوني على القناه ديالي، انا عارفه عندي محبين وعندي الناس اللي ما كيبغونيش، واني دائما كنبرر الناس والكومونتيرات اللي ماشي مزيانين، وكنبقى مع الناس المحبين. احبكم في الله كذلك، وجزاكم الله خير الجزاء. دائما كنبارطاجي معكم الحويجات السهله والمجربه والبسيطه، واللهم أديمها نعمة يا رب واحفظها من الزوال. وشكرا لكم جزيل الشكر. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الطويجين، وكان في الطويجين دطين كثر. انا قلت لكم راه على البوطه ديال الضو كيطرطقوا، ما كي حيت جوج لي مشاو لي، حاولت نهنئي طرطين على النار ديال الكهرباء. ورغم ذلك هكا راه جا بنين ولذيذ وزوين وبالصحه والراحه. ولي شارك معايا في القناة مردودة له إن شاء الله.